سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات بيت معاكم واحد الفيديو، ان شاء الله غادي يكون عباره على روتين ولا فلوغ. غنشارك معاكم نهار كامل شنو غادي ندير. اول حاجه بعدا هنايا فقنا فطرنا وجيت مباشره لهاد بيت النعاس باش غادي نجمعو. اول حاجه درت حيت هذيك الزربيه اللي كنت مفرشها فيه وجيت باش ندوز واحد التجفيفه هكا. المهم مره كنحيد، واخا الارض كتكون نقيه ديجا كنت مفرشه الزربيه يعني كامله مغطيه البيت كامل، فما كيكونش عندي الروينه بزاف. كنحاول ندوز هكا غير واحد المسيحه خفيفه بشويه ديال الجافيل، ومن بعد عاود ترديت هذيك الزربيه وجيت باش ندوز عليها سبيراتور، باش راكم عارفين فاش كيجلس ادم بعض المرات كيلعب هنايا في بيت النعاس ولا الا جاب شي حاجه وكلاها وهذا، فكيعمر ليا تما بالتفرتيت وهذا. فجيت كندوز عليها سبيراتور. بالنسبه لهاد سبيراتور البنات، كانوا بزاف ديال البنات اللي قالوا لي زعما فاطمه راه ما غاديش تدوم ليك مده طويله حيت خديتيها بثمن زعما رخيص وهذا، ولكن فعلا البنات صدقات زوينه بزاف، كتشطب مزيان احسن من الشطابه زعما العاديه، وكتحيد الاوساخ من هكذا الزرابي وداك الشيء. وكنت خديتها بثمن ديال 380 درهم، يعني ثمن جد مناسب، وباقا لحد الان راها مزيانه خدامه معايا مزيان. غير هو ما كنفورسيش عليها، زعما كنحاول نشطب بها كغير الصالون ولا بيت الناس وصافي، يعني ما كنديرش بها بزاف ديال الحاجات، ولكن راه زعما كتانسبيري مزيان. ما عرفتش نتوما كتغلط ليكم هاد الكلمه ولا لا. صافي، من بعد غادي نحيدها ونرتب كل حاجه لبلاصتها، نرد هكذا الكونه ديال ادم مازال تنعسو في هاد البارك ديالو ولا هاد الكونه ديالو. غادي نقادها ليه حتى هو لبلاصتو، ديجا جمع فيها انا الكواش وداكشي، غادي نحيدهم. ومن بعد غادي نشارك معكم البنات لا كوموند ديالي ديال اوريفلام. المهم وصلتني هاد النهار وقلت ضروري ما نشاركها معكم. دائما كندوز انا لا كوموند في الاول ديال الشهر. وعلى فكره البنات اللي بغات تخدم معانا ويكون عندها سالير شهري وتوصل لواحد المستويات اللي زوينين بزاف في اوريفلام، مرحبا بها. غنخلي لكم مرتي في صندوق الوصف وهنايا دخلوا، مرحبا بكم. راه حنايا تنخدموا هكا جروب مع بعضياتنا، كندخلكم الجروب اللي فيه البنات كاملين اللي مسجلين معانا، وفيه البنات اللي ديجا عندهم تجربه اكثر مني تعاودوا على التجربه ديالهم، تيوريكم الطريقه كيفاش كنخدموا، كيفاش كنوصلوا للمستويات، كيفاش حتى كيولي عندنا صالير وبزاف د المعلومات. المهم دخلوا عندي الواتساب البنات، خليو ليا ميساج وانا اكيد كنجاوب كل وحده وكنعطيها وقت. كما شفتوا معايا البنات كناخذ زعما الحويجات اللي خاصني هكا كل شهر، وهذا الشهر خديت هاد الحلقات هادو اول مره صراحه كناخذ زعما شي حاجه ديال لي بيجو من اوريفلام. خديت هاد الحلقات اللي عجبوني بزاف، الشكل ديالهم زويون هكا. المهم الا كاينه شي مناسبه ولا شي حاجه غادي يجيو زوينين بزاف ان شاء الله ملي نلبسهم غادي نشاركهم معكم. بالنسبه لهاد السبراي البنات حتى هو زوين بزاف، اللي بغات زعما رايي فيه زوين، وتقدروا ديروه حتى على اللحم ديالكم، ما فيهش لانكول ما كيحرقكم ما شي حاجه. وهنايا خديت هاد لي ماسك ديال الشعر، حتى هما ما كنستغناش عليهم حيت زوينين، كيرطبوا الشعر وتيخليو الزغبه تكون ليس. هذا واحد الكيت ديال الحجبان اللي كندير كنتراسي بها هكذا حجباني. واخر حاجه هي واحد لا كريم ايدغاتونت. المهم شكروا ليا البنات بزاف في الجروب وقلت ضروري ما نشاركو معاكم. وهنايا كما شفتوا معايا راه صافي سالات لا كوموند ديالي. اليوم البنات غادي نخرجوا باش غادي نمشيو نكتشفوا مع بعضياتنا واحد البلاصه، كنتمنى حتى نتوما انها تعجبكم. بالنسبه للغديوه صراحه درت لهم غير وجين الكفته دغيا تغدينا وخرجنا، واكيد غنديكم معايا. المهم البنات عاد خرجنا من الدار، غادي نديو ادم يلعب شي شويه في البارك، ودايره نيت مع خواتاتي غادي نتلاقاو مع امينه وصوفيا وغيزلان. المهم خواتاتي كاملين شوفوا ادم بعدا راه عاجبو الحال. كوكو ادم، قول ادم مبروك راه شرا الكرسي ديال الطوموبيل ياك ادم. زوين كي جاتك الجلسه فيه زوينه، كتسوق بينا دابا انت هو راه زعما هو اللي صايق. خدينا ليه البنات كرسي ديال الطوموبيل حيتاش ادم دائما فاش كنكونوا في الطوموبيل ما كيبغيش يجلس، كيبقى واقف هنايا وهكذا كيكون خطر عليه، راكم عارفين مع الطريق والفران وداك الشيء. فخدينا ليه هذا الكرسي وركبناه باش يبقى يجلس فيه هكا، باش نديروا ليه السميطه وكل شيء ويكون في امان زعما هو معانا. المهم حتى نوصلوا ان شاء الله للبارك ونشاركوا معكم. شوفوا ادم البنات غير وصل للمام شنيشان كيلعب. المهم البنات عاد جينا ستاسيون، جينا لواحد البارك جديد، واحد ستاسيون يلاه حل حدا الرومبا الاخرى ديال
حنا كنتو طالعين جي تي دي بي بي لروبا الاخرى ديال 8 مليون تما حنا ستاسيون جديد وفيه واحد البارك زوين بالنسبه للوليدات الصغار هكا وجينا نكتشفوا وراتو لينا صراحه انا ديجا كندوز من تما كنشوفو ولكن ما عرفتش بلي فيه بارك ديال الدراري الصغار وقالتها لينا فوزيه اختي قالت لنا راه زوين وهذا داكشي علاش قررنا باش نجيو اليوم نكتشفوا البلاصه كيفاش دايره اول حاجه بعدا باقي نقي زوين ما عامرش بزاف اليوم شويه على برا اللي عامر كنا باغيين نجلسوا على برا حيت تما في كاين الالعاب وداكشي ادم راه كي دخلنا البنات مشى نيشان كيلعب المهم غادي نحاول نصور لكم شي شويه غير ما تشدش معايا هكذا الناس وكنتسناو دابا خواتاتي مازال ما جاو يلا وصلنا حنايا المهم اللي درتها اكيد غنشاركها معكم انا كنصور لكم البنات من ورا الجاج هاد البلاصه حنا فين داخل فين كاينين داخل وعلى برا كاينين الكراسي هكا ولكن لقيناهم عامرين ما بغيتش نشد معايا الناس بزاف داكشي علاش كنصور من وراهم المهم تما كاين في هاد البلاصه هنايا تما فين كاين الالعاب تاع الوليدات الصغار زوينين وكي كيدخلوا كيحيدوا صنادلهم بحال هكا وكيبقاو يلعبوا تمايا المهم العاب زوينين ماشي شي حاجه اللي صعيبه على بالنسبه للوليدات اللي هما صغيرين يحبوا الادب زعما زوينين بحال هاد الالعاب وحتى البنات الا طاحوا ولا شي حاجه ما تخافوا عليهم والو حيت ديجا مفرشين ليهم ديك الطابيات تما يعني طابيات قاسحين ما غاديش زعما يتحسوا بالارض ولا شي حاجه صافي دابا حنايا شوفوا شنو غادي ناخذوا ما عرفتش نتسناو البنات حتى يجيو ولا الكوموندو شي حاجه المهم احنا دابا جالسين حتى يجيو البنات غادي نشوفوا شنو غادي ناخذوا مجموعين وهانتوما معانا شنو كدير كتشرب عصير صافي دابا دوقتيني دابا عطيتيني شويه عطيني شويه صافي شكرا شكرا البنات عاد يلا شويه دابا باش دخلت للدار بدلت عليا وجيت باش نبارطاجي معكم المهم غير شي حاجه تقديتهم جيت دابا الكوزينه باش نوجد العشاء وفي نفس الوقت نرتب هذا الشيء اللي جبت معايا اول حاجه بعدا بغيت نقولها لكم بالنسبه لذاك البارك اللي مشينا ليه ولا داك ستاسيون اللي مشينا ليه اليوم ما عجبناش نهائيا الماكله عندهم عرفتوا اش نقول لكم هو بالنسبه للبلاصه زوينه باش انكم تديو وليداتكم ويجلسوا يلعبوا ويدوزوا نهار زوين تما زوينه بزاف ولكن الماكله عندهم البنات ما عجبتنيش نهائيا خدينا عندهم لي غوف ما طيبينش معجنين من الوسط خدينا الحريره حتى هي ما زويناش نهائيا الحريره انا صراحه ما ذقتهاش حيت اصلا ما كنشربهاش الحريره الحامضه اختي ذقتها قالت لي ما عجبتنيش خدينا البيتزا الدراري ما بغاوش ياكلوها داروا ليهم فيها واحد ديك الزيت ديال الحبق حنا اصلا ما طلبناهاش يعني هما داروها من الفوق وما بغاوش ياكلوها لينا الدراري جاتهم بحال فيها المروره شويه بديك الزيت تاع الحبق المهم انا صراحه ما عجبتنيش الماكله عندهم ولكن كجلسه هكا تجلسي ويلعبوا الوليدات وهكا يعني بلاصه زوينه المهم غير بغيت نعطيكم رايي هكا بالنسبه للبلاصه اللي مشينا ليها اليوم خديت الادم واحد المقله واحد ملي خرجنا دزنا لواحد البلاصه بحال سويقه هكا صغيره خديت فيها شي حاجه تخصني وجيت للدار خديت الادم المقله خديت ليها هذه ديال سبايدر مان حيت ادم تيحمق عليها وانا نشوف شكون كيبقى البنات ونرجع معكم هاد لاباط ديال البيتزا دوك سوا 5 دراهم فيها جوج هكا كبار هاد لاباط البنات كتنفعني بزاف فاش كنبغي بعض المرات نصيد البيتزا دغيا ولا هكذا في العشاء ما فيها ما يوجد لاباط وداكشي فكنجبد هادي جاهزه غير كنعمرها وندخلها للفران خديت فيها جوج كل وحده فيها جوج يعني اربعه كاين هادوك الصغار ما خديتهمش خديت حتى هادو خديت هادو ديال البانيني هادوك حتى هما 5 دراهم ربعة ديال الكوميرات ديال البانيني تا هما كندير فيهم هكا ساندويتشات ولا عادة كنصايب بحال هادو في الدار ولكن بعض المرات كناخذهم جاهزين وكنخليهم في الثلاجة باش هكا كنحتاجهم خديت واحد لاموس شونتي هكا تبقى عندي في الدار المهم بعض المرات كنبغي نصايب شي حلوة وما كنلقاهاش خديت هنايا الشعرية ديال الصفا هادي الا بغيت نصايب بها باغا نصايب الصفا المدفونة مع داك النهار درتها وعجبات راجلي بزاف وقال لي عاود صايبها لينا وخديت الجلبانه الخضراء هادي ديك ماشي ديك اللي لابسه زعما ديك اللي كتكون معلبه عرفتوا البنات انا كنحمق على الجلبانه كنعرفين دابا راه ماشي الوقيته ديالها خدينا هادو هاد البسكوي هادو
هاد الجيمو فيه الكراميل اللي داكشي المهم حلوه ديجا خداو منه. خديت الخميره ديال العجينه، خديت خميره ديال الحلوه الحمراء والبيضاء الفاني، خديت ما زهر ان شاء الله نبان لكم دابا. خديت داكشي ديال الحلوه حيت باغا نصايب الفقاصه البنات وباغا نشارك معكم ان شاء الله، ماشي هي هاد الايام بغيت نصايبو. خديت ما زهر، خديت هادي النكهه ديال البرتقال ديال الليمون، وخديت ديال الحامض. هادو كيجيو سمحوا ليا، هادو كيجيو واعرين بزاف في الكيك، كيجيو غزالين في الكيك. خديت هذا شريحه مطحونه باللوز والكركاع والتمر. هذا البنات دايرينهم بحال هكا في هاد لي بواط وكيبيعوهم، شتوهم دايرين بحال اش نقول لكم، بحال هكذا مطحونين غبره يعني، دايرين فيهم الكركاع واللوز والشريحه، كيتباعوا بحال هكا. كديروهم في العواصر مثلا، بغيتو تصايبوا باناشي عصير ديال شي حاجه، لافوكا كتجي فيها واعره، كديروا معلقه ولا جوج صافي وكطحنوهم. شتوهم البنات. وخديت مثلا الشامبينيون، خديت لي بيبي دو شوكولا كاوما على حساب الحلوه هكا في هاد لي بوط، وخديت هاد الشوكولا هذا كيعجب ادم بزاف، كنديرو ليه في لي كريب ولا الخبز ولا شي حاجه بعض المرات. غنجمع هادشي البنات و غندوز باش ندوش الادم ونعسو، وعاد من بعد نرجع معاكم باش نسد معاكم الفيديو ان شاء الله. المهم البنات عرفتوا، عاد ساليت جمعت ديك الروينه اللي كانت عندي، دوشت الادام خليته هكا كيتفرج حدا بابا في الصالون، وجدت العشاء. العشاء الصراحه درت غير ديك البيتزا اللي جبت ديالي عمرت، غتبان لكم هنايا جبت ديالي حطيتها هنايا حدايا حيت عييت البنات بيني وبينكم، ما قدرتش مازال نبقى جالسه، بقى لي غير وجهي نديماكييه ونغسلو داكشي وندير الروتين ديال كل نهار ونمشي باش نعس، حيت اليوم صراحه ضلينا زعما خارجين وهذا فعييت. سبقت ادم هو الاول حيتو عليا، عاد من بعد غادي نمشي نبدل عليا وكلشي، نتعشى هو الاول عاد نبدل عليا ونمشي باش نرتاح، ونسد معكم لا فيديو هنايا البنات. نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جاي، وبسلام عليكم.